مايكروسوفت هندست هذا المنتج من برا لداخل، عالجت لك الأشياء اللي أنت تبيها أن تكون موجودة جهاز ديديكيتد كونسول حق وقتنا العصر اليوم. ما يحتر طريقة تهوية هذا الجهاز، SSD من نوع NVMe، يوصل لك 8K HDR Future Proof حق شنو تحصل أنت من الألعاب، وبيت النازل ما بين 4K 120، وواحدة من أهم المميزات Backwards Compatibility. أكيد قاعد أتكلم عن Xbox Series X. يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعريكي. اللي يعرفني يدري أن أنا أحب الفيديو جيمز وأحب ألعب ألعاب الفيديو جيمز، بس ما أنقل لكم هذه التجربة يمكن على اليوتيوب بسبب ضغط الوقت، أنه ماني قادر أن أنا أوازي ما بين حياة أن أنا ألعب ألعاب فيديو جيمز وأنقل لكم التجربة مع حياة تكون فعليا أجرب فيها أشياء تقنية وما أعرف إيش وحق أهلي وما أعرف إيه. فصدقني لما أقول لك أن الفيديو جيمز بالنسبة لي شيء وايد وايد مهم، وإكس بوكس بالنسبة لي شيء هم بعد مهم، كون أنا طول عمري تيم اكس بوكس بسبب التايتلز بسبب الالعاب. قاعد اتكلم عن هيلو، قاعد اتكلم عن جيرز اوف وور، هذه من الالعاب المفضله، وهذه عاده تكون اكسكلوسيف فقط على الاكس بوكس. والاكس بوكس سيريز اكس راح يعدلك على اشياء وايد كثيره ممكن انت تلاحظها انها تكون اساسيه عندك انت حق الديديكيتد كونسولز، وهذا هو الكلمه الاساسيه المهمه بهذا الفيديو، ديديكيتد كونسولز. انا الحين ادري ان في ناس وايد ما تلعب العاب الا على البي سي على سبيل المثال، وعليكم بالعافيه، بس الناس اللي تلعب بالجيمز على الديديكيتد كونسولز، اللي مهتمه بالكنترولرز بالارغونومكس مالت الكنترولرز، شلون تقدر تلعب انت على الكنترولر نفسه، ايش كثر الحراره ممكن هذا الجهاز يتحمل، ايش كثر اللو تايم راح ياخذ، هالامور هذه كلها ماخوذه بعين الاعتبار اساسيه. بس بالمقابل شنو الشغلات اللي انت راح تحصلها على سيريز اكس؟ هذه الأمور اللي إكس بوكس ومايكروسوفت خذت بعين الاعتبار لما سوت هذا الجهاز. بس أول شيء خلنا أعطيكم الأرقام حق إذا أنت كنت مهتم فقط بالأرقام، بعدين نقدر إحنا نشوف باقي الجهاز من ناحية فعلياً شلون راح تكون لما تيجي تلعب أنت على الجهاز. صدقني ما راح أحفظ المواصفات، فقاعد أقرأ لك إياها هني. أول شيء السي بي يو راح يكون 8 أنوية، معيار على 3.8 جيجاهرتز، كاستم زين 2 سي بي يو راح يكون موجود هني، والمذر بورد مسوي له سبلت علشان يعطيك تبريد بشكل افضل، مع الكولينج تشامبر راح يكون موجود هني عشان يساعد لك على تهويه الجهاز من مروحه واحده اساسيه موجوده من فوق، وتشفط لك الهواء من على الجناب ومن تحت وطلع لك الحراره كلها لفوق عن طريق الكولينج تشامبر اللي راح يكون موجود داخل الجهاز. من ناحيه الجي بي يو او معالج الرسومات راح يكون 12 تيرافلوبس على كاستم ار دي ان اي 2 جي بي يو مره ثانيه، والاس او سي داي سايز راح يكون 360.45 ملليمتر، والبروسيسر راح يكون 7 نانومتر، راح يكون في عندك انت هاي افشنسي وبروفيشنسي عالي حق اداء الجهاز ككل. من ناحيه الذاكره راح يكون 16 جيجا بايت دي دي ار 6 مع 32 بت وايد بس من ناحيه الذاكره العشوائيه مالت الجهاز، وعندك هم بعد الميموري باندويث ماله راح يكون 10 جيجا على 560 جيجا بت، يعتمد انت واحد راح تشبك عليه مع الافشنسي اللي راح يعطيك اياه من ناحيه المعالج. الانترنال ستورج ماله نفس النسخه الموجوده معي راح تكون 1 تيرا بايت اس اس دي من نوع ان في ان اي الاسرع على الاطلاق، وراح تكون قفزه مو طبيعيه من الكونسولز اللي كانت لاست جينيريشن او الجيل السابق اللي كانت اصلا تعتمد لك على الهارد درايف. وعندك انت هنا اكسباندبل ستورج بروبرايتري من شركه مايكروسوفت راح يركب على الجهاز من الخلف هنا عشان تقدر انت تنقل البيانات ما بينهم، او تقدر تستعمل التايب اي اليو اس بي الموجوده هنا وتركب اس اس دي اكسترنال وتخزن عليه كل الالعاب اللي انت تبيها، او على السيريز اكس مره ثانيه راح يكون عندك انت هنا اوبتيكال درايف وتشتري البلوراي سي ديز بشكل تقليدي وتركبهم عليه، او البلوراي موفيز بشكل تقليدي وتركبها عليه عشان تقدر تعرض انت محتوى. الحين السوفت وير الموجود هنا هم بعد راح يكون كميديا سنتر، هذا اللي خلى شركه مايكروسوفت وايد تركز على الاكس بوكس انه هو ما يكون بس حق الالعاب، يكون كميديا كونسومشن، فراح تحصل عليه تطبيقات نفس نتفليكس ديزني بلس هولو وغيره من الامور، راح يدعم لك الفي بي ان اذا انت كنت بتشبك عليها هذه الخدمات واذا انت كنت بخارج الولايات المتحده، فميديا سنتر بالكامل. الشيء اللي فقد هنا هو الاتش دي ام اي ان، الحين الكونسول اللي قبله كان فيه 2 بورتس اتش دي ام اي، اذا انت كان عندك باسترو
باسترو حق اتش دي ام اي جهاز ثاني تقدر تستعمل الاكس بوكس عشان يعطيك هالباسترو. فبدال انت تستعمل مثلا منفذين اتش دي ام اي على التلفزيون الموجود عندك تقدر تستعمل واحد حق الاكس بوكس مع جهاز ثاني يكون انه هو يعطيك اتش دي ام اي ان باسترو، ومن خلال اتش دي ام اي اللي موجود هنا على التلفزيون تقدر تعرض شيئين بسلك واحد. بس هنا راح يكون عندنا HDMI واحد، راح يكون ال HDMI out، ففقدت انا الباسترو انه مو موجود هنا. وفي لان مره ثانيه بس ما راح تقدر تعتمد عليه نفس الاكس بوكس 360 اللي للحين انا بالنسبه لي كان شيء وايد مهم، ان انت تقدر تسوي مثلا بارتي بينك وبين ربعك، ان تشبك اكس بوكسين او ثلاث ما بينكم ما بين بعض وتسوون لعبه تلعبون هيلو على سبيل المثال. لا، راح تضطر انك انت تشبك اونلاين مع اكس بوكس باس علشان تقدرون تلعبون مع بعض، باستثناء انه في لان موجود هني تقدر تستعمل الايثرنت كيبل عشان تخلي الاكس بوكس تشبك عن طريق الايثرنت ويعطيك سرعات افضل لما تلعب اونلاين. وراح تدعمك الجيمز ل 120 اطار 4K وعندك 8K مع HDR على هذا الكونسول، ففيوتشر بروف. ننطر الالعاب اللي راح تدعم لك هذه الاطارات لزياده او الدقه لزياده، بس الجهاز راح يدعم لك اياهم لجدام. فهذا هم بعد شيء اساسي ومهم حق مصنعين الالعاب ان انت تاخذها بعين الاعتبار، ان الهاردوير اللي موجود هنا مع السوفت وير راح يدعموا لك هالاشياء. وعندنا شغله هم بعد موجوده هنا راح يكون اسمها الفي ار ار او الفيريبل ريفرش ريت، بما معناه ان الذكاء الاصطناعي راح يعير نفسه بنفسه متى يرفع بالريفرش ريت او يقلل الريفرش ريت، يعتمد على انت شنو قاعد تشوفه. على سبيل المثال قاعد تتنقل ما بين القوائم موجودة على الجهاز نفسه ما تحتاج ريفرش ريت عالي، قاعد تلعب لعبة فيها اكشن سيكونس عالي راح يعطيك الريفرش ريت العالي، قاعد تلعب لعبة في دايالوج بين اثنين قاعد يتحكون يقلل لك الريفرش ريت مرة ثانية. هذا كله يعتمد مرة ثانية على الباور افشنسي مال الجهاز عشان يعير لك نفسه بنفسه لما تيجي انت تستعمل حق الالعاب او حتى حق الميديا كونسومشن. اليد تشبه اليد مال الجيل السابق وهذا شيء مو سيء نهائيا، بس صارت الحين تايب سي، فانت تقدر انت تشحنها عن طريق باتري باك او تسوي لها السينك مع الجهاز نفسه طبعا وايرلس. وبنفس الوقت هم راح تدعم لك الكلاسيك دبل اي باتريز راح يكون موجود هنا عشان تقدر انت تلعب باليد. الحين مسكت يدة اكس بوكس اللي يلعبون اكس بوكس يدرون ان الارغونومكس مالتها تختلف نسبيا عن مثلا مالت البلاي ستيشن، بس عاده الالعاب اللي تكون حق اكس بوكس تلقى انه اريح وايد لما تلعب بالذات الفيرست بيرسون شوتر على يدة اكس بوكس بالنسبه لي من يدة بلاي ستيشن على سبيل المثال. فكون ان انا العاب المفضل على اكس بوكس اصلا هيلو فيرست بيرسون شوتر او حتى جيرز اوف وور ان كان ثيرد بيرسون شوتر لحين يعتمد لك على ليتنسي معين بتحصل عامه على يدات الاكس بوكس، فمريحة وايد تشبه اللي قبلها، وهذا شيء مرة ثانية مو سيء بس عدلوا لك اياها على الاقل، حطوا لك تايب سي ممتاز. من اهم المميزات انا كانت بالنسبة لي حق هذا الجهاز هي سالفة الباكوردز كومباتيبلتي. شنو يعني؟ يعني هذا الجهاز راح يدعم لك الالعاب اللي كانت موجودة على الاوريجينال اكس بوكس، اول اكس بوكس نزلت اكس بوكس 360 اكس بوكس 1 و اكس بوكس سيريز اكس. هذا معناته ان اي لعبة موجودة عندك تقدر انت تركبها ان كان الاوبتيكال درايف على الجهاز نفسه وتلعب. أدري أن هذا شيء بديهي تحس أنه المفروض العابي كلها تشتغل، بس هذا شيء ما كان أساسي حق الأجهزة اللي كانت موجودة قبل أن يكون عندك أنت backward compatibility. فالجهاز راح يعطيك backward compatibility حق العاب القديمة، والحلو في الموضوع أنه راح يسوي لك enhanced smoothness عن طريق الذكاء الاصطناعي الموجود عليها عشان لما تلعب العابك القديمة كأن قاعد تلعبها أنت remastered. اولا هذا راح يعدل لك الفيجوال لما انت تطالع اللعبه ان تحس الجرافيكس مالتها صارت احسن. ثاني شيء راح يقتل لك سالفه اللود تايم لان هني قاعد يستعمل لك الاس اس دي ومن نوع الان في ام اي. الحين اذا انت كانت اللعبه خلينا نقول عندك مو عن طريق اوبتيكال درايف على هارد ديسك مثلا وتركبها على الجهاز ما راح انت تحصل هذه السرعات لان قاعد تسوي لود عن طريق هارد درايف. انصحك انك انت تنقل اللعبه على الجهاز نفسه، او ان اذا انت كان عندك هارد درايف انقل شغلك على اس اس دي ان كان اكسترنال وتحصل السرعات القوية اللي قاعد اقول لك عنها. الحين عندك انت هنا 1 تيرا بايت تقدر تحمل العاب وايد كثيره على الجهاز نفسه وتستمتع بالسرعات اللي قاعد نتكلم عنها ان كانت لود سبيد ان كانت ريد اند رايت قراءه حق الجهاز نفسه من ناحيه الالعاب، او اذا انت تبي تستعمل اوبتيكال درايف اكيد راح يسوي انستليشن حق ملفات معينه تخص اللعبه اللي تبي تلعبها. في شي ساعه راح يسوي لك بوت مره ثانيه على الاس اس دي من نوع ان في ام اي عشان يعطيك سرعات تكون وايد وايد عاليه. فاذا انت عندك العاب قديمه تبي تلعبها على هذا الجهاز راح يعدل لك الجرافكس بشكل نسبي وراح يعطيك ريفرش ريت ل 60 اطار ان كانت اصلا هي ما تدعم لك اياها عشان يعطيك تجربه وايد احسن من انت كنت ممكن تحصلها على اكس بوكس 1 اكس او حتى اكس بوكس 1 اس او الاكس بوكس 360 واكيد الاوريجينال اكس بوكس. فهذا شيء وايد حلو من مايكروسوفت انهم مدعمون لك الباكوردز كومباتيبلتي مع الاشياء الزياده اللي هم راح يعطونك اياها عشان يحسنوا لك جوده اللعبه ان كانت قديمه على جهازك الجديد. الانمطه اللي راح تدعم لك اياها اكيد راح تكون انمطه دولبي الجديده، منهم راح يكون الدولبي فيجن حق المرئيات ودولبي دي تي اس
واكيد دي تي اس اكس حق الصوتيات ان كان عندك سراوند ساوند مثلا راح يدعم لك اياها من ناحيه الاتش دي ام اي اصدار 2.1 اللي راح يكون موجود بلتن مع الجهاز نفسه. ف ديديكيتد كونسول يا جماعه حق الجيل اللي احنا فيه الحين تتوقع منه انه يكون فيه هذه المواصفات القويه واكس بوكس راح تعطيك على هالمواصفات. اللي باقي هي الالعاب، ننطر الحين الالعاب. المفروض مع اللونش ديت مال الجهاز نحصل جيرز اوف وور، انا متحمس. هيلو تاجل نسبيا بس المفروض هم بعد نحصل لعبه هيلو جديده. رجعوا لك سالفه السبليت سكرين، اتمنى ان يرجعوا لك سالفه اللان لان صدقني راح اصير اشتري ويمكن 3-4 ونحطهم بديوانيه ونصير نلعب مع الربع مره ثانيه لعبه هيلو ماستر تشيف كولكشن ان كان، علشان نقدر نسترجع الذكريات القديمه اللي الى الان متمسكين باكس بوكس 360 بسبتها ونصير واخيرا نقدر نلعبها على اكس بوكس سيريز اكس وبسعر طبعا وايد وايد قوي. قاعد تحكي انت $499 $500 سعر وايد وايد جبار حق الامكانيات اللي انت راح تحصلها موجود على الاكس بوكس سيريز اكس. وبس يا ريت تكتب لي رايك تحت، تشوفه يسوى من القديم؟ انا اشوفه يسوى. طيب كافي الاس اس دي؟ هل انت متحمس حق هذا الجهاز؟ شنو الجهاز اللي انت متحمس له والالعاب اللي تبي تلعبها وناطرها؟ صدقني لما اقول لك انه راح يكون استثمار مو طبيعي، بالذات لما تحط ببالك انه هوليدي سيزون السنه الجايه شنو ممكن انت تحصل من ناحيه الالعاب والتقنيات الجديده راح يدعم لك اياها مع هذا الجهاز اكس بوكس سيريز اكس. توقع بس سامحنا على طال الكسور سنتكم تعيشون. احمد بوعريكي فما لا كريم.